ركض فيكم. أوكي بس. الحيطان في هذه البناء استقبلنا بالرئيس وسلطة الوطنيين في الأرض. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا عاقبة وسكتوا على أخونا الكرام. Руководство Совета Муфтии России. Бисмил Хаят Муфтии Русия. السلام عليكم ورحمة الله. أسلم وإن الحوار بيننا كان بناء وصريح. Выразили готовность на основе народной дипломатии оказывать всяческое содействие, чтобы на территории Палестины, на Ближнем Востоке установился мир, стабильность и спокойствие, и чтобы те проблемы, которые сегодня существуют, они решались на уровне справедливости, мира и согласия. Разговор мы получили из первых уст. مما استمعناه من سماحة المفتي ومما كان يصلنا من أخبار الحمد لله أوضاعهم جيدة وهذا انفتاح جيد من الدولة الروسية على كل مكونات المجتمع الروسي بما فيها المسلمين وأعتقد أن هذه قوة لروسيا طبعا هذا يسعدنا أن تكون أحوال إخواننا المسلمين جيدة لكن أيضا هذا قوة لروسيا فكلما حصل التعاون وتماسك المجتمع الداخلي كلما هذا قوى الدولة أمام الخارج ولذلك نحن سعداء بهذا التحول الإيجابي وإن شاء الله المسلمون في روسيا هم في خدمة بلدهم لأن المسلمون دائما وطنيون وهم كذلك في خدمة أمتهم الإسلامية. صحيح.